أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في اللغة العربية عندما اللغويون يجمعون كلمة رجب يجمعونها على ثلاث صيغ، من جملة الصيغ التي تأتي جمع هذا الاسم، هذا الشهر الكريم، رجبات. هذا الجمع فريد جدا نادر. ليش يجمعون اسم رجب بهذا الجمع؟ في اللغة يذكرون السبب، يقولون أن السبب من جهة عظمة ليالي هذا الشهر. رجبات تثنية، يعني الجمع، صيغة الجمع المؤنث، الليلة، اليوم مذكر، الليلة مؤنث، لأهمية ليالي هذا الشهر الفضيل. شهر رجب جدا شهر عظيم، كان عظيما في الجاهلية إلى درجة أنه إذا كانوا مشتغلين في قتال كانوا يكفون عن القتال حرمة له. يسمى هذا الشهر رجب مضر، قبيلة مضر كانت تحترم هذا الشهر أكثر من سائر العرب ومن سائر الجاهليين. الإسلام جاء وقرر هذا الاحترام لهذا الشهر، بل زاده احتراما. شهر رجب في الإسلام أكثر فضيلة مما هو عليه في الجاهلية. إذا واحد يتابع فضائل هذا الشهر حقيقة يراها غير قابلة للتصور أصلا، ثواب هذا الشهر والعبادة في هذا الشهر. يوم واحد الإنسان يصوم هذا الشهر، يوم واحد، ثواب غريب. والثواب الغريب شنو؟ ينال رضوان الله الأكبر جل جلاله. الله في القرآن يقول ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة. هاي آية قرآنية. هذا الشهر شهر العبادة، شهر الالتفات إلى الله تبارك وتعالى. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله شهر رجب شهر الله، وهو شهر عظيم. هذا تعبير النبي صلى الله عليه وآله، وهو شهر رجب الأصم، في رواية ثانية الأصب. أصم أصم ليش أصم؟ يقولون لأن المعارك كانت تتوقف بعد حركة السلاح وصهيل الحيوانات، ما كانت تصدر، كان يسكت في هذا الشهر، كل نزاع وعراك كان يتوقف. أصم. النبي صلى الله عليه وآله قال سمي هذا الشهر بالأصب لأن رحمة الله تنصب على أمتي صبا، تنصب، أبواب الرحمة تنفتح. كل ليلة من ليالي هذا الشهر، لاحظوا اللغويين غير الشرعيين، حتى إلى درجة تصل
أن أهل اللغة يسمون هذا الشهر بأسامي ليالي هذا الشهر، رحمة عظيمة كل ليلة من ليالي هذا الشهر، بالخصوص ليلة النصف أمامكم اليوم يوم العاشر من الشهر، أمامكم ليلة النصف. هذه الليلة لها أسماء عديدة، من جملة الأسماء ليلة الاستفتاح، أبواب السماوات تفتح، ليلة الاستفتاح، عمل أم داود، عمل رهيب، وأفضل الأعمال على الإطلاق زيارة الحسين صلوات الله عليه. الله إن شاء الله يرزقنا هذه الزيارة عن قرب. اسم هذه الزيارة، لاحظوا، زيارة الحسين ليلة النصف، اسمها زيارة الغفيلة. ليش؟ لأن الناس يغفلون عن عظمة هذه الزيارة. غفيلة اسمها، سامعين صلاة الغفيلة؟ احنا عندنا زيارة الغفيلة. ليش غفيلة؟ لأنها مغفولة، لها من العظمة بدرجة اللي أخيرا الإنسان يغفل، غافل عن عظمة هذه الزيارة، زيارة الغفيلة. في كل ليلة من رجب أكو زيارة، الليلة الأولى من رجب زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ينقل هذا الكلام عن رب العالمين، كلام حديث قدسي، حديث قدسي. الله تبارك وتعالى بالخصوص في هذا الشهر يقول: أنا جليس من جالسني. شوفوا هاي اختصاصات هذا الشهر، ها، مو في كل السنة. هاي العبارة حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى، رواه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يقول الله عز وجل: أنا جليس من جالسني. جالسني يعني شنو؟ إنسان يجلس، يمكن أن يجلس مع الله؟ نعم، الإنسان إذا جلس مجلس عبادة، في خاصة بطون الليل في الأسحار، وهم وفي الأسحار هم يستغفرون، الإنسان يذكر الله، هذا جليس الله. كم مقام عظيم في هذا الشهر، أن الإنسان إذا جلس مجلس ذكر الله، الله يجلس بجنبه. جليس معناته هذا، الله تبارك وتعالى ليس له مكان، لا يمكن أن يحده مكان، الله مو جسم، مو مثلنا إحنا، يجلس بجنب الإنسان المتذكر، مو معناته أنه يجلس جلوس الإنسان الآخر الحجم، لا، يكون معه، مقام عظيم. ويقول: الشهر شهري، شهر الله، رجب شهر الله، في الروايات المتواتر عن العامة والخاصة أن شهر رجب شهر الله باسم الله، وهو شهر عظيم. وهذا الشهر شهري، والعباد عبادي، إحنا عبادة بعد، حتى العاصي الإنسان المذنب عبد من عبيد الله. والعباد، لاحظوا العبارة، الرواية أنا أنقلها بالنص، عبارة جميلة. قال الله عز وجل: أنا جليس من جالسني ومطيع من أطاعني. اللي يطيعني أنا أطيعه. سبحان الله، سبحان الله، غير عبارة رهيبة، الله يطيع، هو يقول، هذا حديث قدسي، الإنسان يرفع رأسه يقول: إلهي اصنع بي كذا وكذا، الله يقول نعم، يطيع. ومطيع من أطاعني وغافر من استغفرني. اللي يستغفرني أنا أغفر له. الشهر شهري والعبد عبدي،
والرحمة رحمتي. أكو غير رحمة الله؟ أكو شيء أصلا اسمه رحمة؟ أكو فتشي غير الرحمة التي تأتي من الله تبارك وتعالى؟ والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته. اللي يطلب الهداية من الله، الله يقول أنا أهديه. حقيقة الهداية شيء عظيم. وجعلت، هذا آخر الحديث، شوفوا لاحظوا، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به وصل إلي. اللي يعتصم بهذا الشهر يوصل إلي. الله يقول تعظيم هذا الشهر حقيقة. لا تمر علينا هذه الليالي العظيمة كسائر ليالي السنة. حقيقة هاي فرصة غريبة استثنائية جدا. اللي عظم هذا الشهر، في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: خيرة الله من الشهور. الله يختار من الشهور أي شهر؟ خيرة الله من الشهور شهر رجب، وهو شهر الله. من عظم شهر رجب فقد عظم أمر الله، ومن عظم أمر الله أدخله جنات النعيم وأوجب له رضوانه الأكبر. خاصة إذا كان الإنسان في هذا الشهر ضيف، ضيف على منه؟ على أكرم الأكرمين، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كرمهم شعبة من كرم رب العالمين. كرمهم مو كرم إنساني، الكرم اللي عند أهل البيت الله تبارك وتعالى تفضل عليهم، أعطاهم كرم رباني. الكرم الرباني فرق عن الكرم الإنساني. شنو الفرق؟ الإنسان إذا كان كريم، الكرم يسبب شنو؟ أن الخزينة تفرغ، صحيح؟ الجيب يفرغ. الله بالعكس، في دعاء الصباح نقرأ: يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بسبب أن كرمهم شعب من كرم الله تبارك وتعالى، إذا أعطونا حاجاتنا، إذا قضوا حاجاتنا، خزينتهم تمتلي ما تفرغ. كثرة عطائهم يزيدهم جودا وكرما. هذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الإمام الرؤوف، الإمام الرضا صلوات الله عليه، في زيارته نقرأ: السلام عليك أيها الإمام الرؤوف، السيدة معصومة صلوات الله عليها، كريمة أهل البيت. هذول أولاد باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة فرصة أحسن من هذا بعد ما يمكن أن تحصل للإنسان. الإنسان مسافر، وفد، الضيف حسابه يختلف عن المقيم. الضيف من لحظة حركته من دياره من بلده، أول خطوة يشيلها يرفعها تنحسب على أهل البيت، وثاني خطوة تنحسب، وثالث خطوة، خطوات تنحسب. فكيف بدعاء وتضرع إذا الإنسان تمكن في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يتمكن يجي في هذه البيوت حقيقة، يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، يحاول يحصل حالة انقطاع إلى الله تبارك وتعالى. فما أحسن هذا الأمر، بالخصوص في هذا الشهر الفضيل شهر رجب. الإنسان هذا الأمر يهتم به. آخر مطلب أؤكد عليه، من أهم الأمور في هذا الشهر تذكر الأموات. يتوقعون بالخصوص هذا الشهر تتصبب الرحمة. تدرون الميت
خلاص بعد ما يوصل له حسنة بعد، خلي 100 مرة شهر رجب يمر، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. تتوقف الحسنات بعد ما توصلهم، خلي 1,000,000 شهر رجب يمر ولا حسنة واحدة ما يحصلون الأموات إلا إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا، ينقطع خلاص. شنو أكو استثناء؟ استثناء شنو؟ أن واحد من اللي في الدنيا شنو يبعث له حسنات، الميت ما يحصل، هو ينقطع الحسنات تنقطع. إذا مسوي له صدقة جارية نعم، أما إذا واحد في تلك الدار يريد من شهر رجب ومن هذه الرحمة المتصببة صبا من السماوات والأبواب المفتوحة يريد يغتنم هذا، ما يقدر يحصل شيء إلا إذا أهله تفضلوا عليه، أهله اللي في الحياة الدنيا. الإنسان الميت إيده مشدودة بعد خلاص شبر ما يتقدم. الأموات بالخصوص في هذه المناسبات يجون، في الروايات أكو يجون باب بيت الإنسان، في الروايات أكو في ليالي الجمعة أكو هذا الشيء، يطوفون فوق البيت يخاطبون الحي يقولوا له أنت ابننا مثلا، أنت حفيدنا، أنت كذا، ابعث لنا فتشم حسنة، فتشم حسنة من هذا الشهر الفضيل. الأموات لهم حق، ولولا هؤلاء إحنا ما كنا مؤمنين، هذول اللي ورثونا الإيمان مو هالشكل، محبة أهل البيت منو أعطانا؟ الآباء بعد لهم حق. والحين في هذه الفرص، الفرص الثمينة اللي الحسنات تتطاير في السماوات والأراضين، هذه فرصة أن الله أن الإنسان يعود إلى الذين فقدهم من آباء أقرباء أرحام أصدقاء، يذكرهم بأنواع الذكر، ولي يختص بذكرها، ينوع يقرأ لهم قرآن، يختم لهم هو بنفسها يقرأ لهم قرآن، إذا يتمكن يختم، ما يختم خلي يقرأ سورة ياسين. شهر رجب يمر كل الشهر وما قدم الإنسان لأقربائه ولا شيء، حرامات حقيقة. إنسان يسوي لهم خيرات، إطعام للفقراء، يعطي عنهم صدقة. إذا تقدرون زوروا الحسين صلوات الله عليه بالنيابة عن الأموات، هذا بعد أكثر منه ما يمكن أن يحصلوا الأموات. في الروايات أكثر من هذا عمل خير ما يمكن يوصل. الله تبارك وتعالى عنده حساب خاص مع الحسين، الله تبارك وتعالى عنده حساب خاص. تقدر تعترض على الله؟ إذا تقرأ ميتك قرآن حسب متواتر الروايات ثواب زيارة الحسين أكثر من تلاوة القرآن، حسب متواتر الروايات. إذا أنت تؤمن بالروايات، روايات أهل البيت صحيحة السند، زيارة الحسين أفضل. ما أقول فقط زيارة الحسين، أقول الإنسان يتمكن أن ينوع بالخصوص ليفوتكم زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام، ولو هاي الليلة ليلة مولد الإمام أمير المؤمنين، بعد كم ليلة؟ ليلة النصف. الإنسان يزور الحسين، إذا ما عنده وقت يوقف باتجاه القبلة ينوي عن آباء كلهم، الله كريم، الله واسع كريم، عن 1,000,000 إنسان ينوى عنهم ويوقف اتجاه القبلة يقول السلام عليك يا أبا عبد الله. عظيم هذا، على الله عظيم. أنا ما أخلي، ماكو واحد يتمكن يخلي تكليف على الله، بس الله هو يقدر يخلي على نفسه تكليف، الله يفرض على نفسه، الله فرض على نفسه. أنا ما أقول، الصادق صلوات الله عليه يقول، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، كانت امرأة، هذه من أرحامي أنا،
أنا ما أدركتها من أرحامي اللي قبل ولادتي ميتة هي. هاي قصتها، إحدى أرحامي تنقل هذه القصة وهي أخت صاحبة القصة. أنا أدركت هذه الأخت من عماتي، تذكر عن أختها، أختها ماتت قبل ولادتي. قصة هذه القضية يمكن 40 سنة أكثر هي ميتة. تقول أنه هاي المرحومة عمتنا اللي ماتت أنا ما أدركتها، كانت عندها معلمة، معلمة قرآن في مدينة سامراء. الجد كان فترة يعيش في مدينة سامراء، فبناته كانت معه، كنا معه. سامراء تدرون بلد الأغلبية الساحقة فيه غير موالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهاي المعلمة كانت تعلم عمتنا القرآن في أيام طفولتها عمه، بس لبدو ما كانت على كل، كان في عقيدتها إشكال، ما كانت يبدو من الموالين. فالمعلمة ماتت ورا سنوات، كانت تصرف وقت على عمتنا ماتت. فالعمة تقول أنا فترة طويلة طول السنة كنت أسوي لهذه المعلمة خيرات، كانت لها حق علي، علمتني القرآن وكانت تصرف وقت علي، فكان كل شيء يجي في بالي كنت أسوي. ليالي الجمعة كنت أقرأ لها سورة ياسين، شهر رمضان كنت أختملها القرآن كله سنوات، أسوي صدقة إلها، أسوي إطعام، أصنع إطعام للفقراء، خيرات بين فترة وفترة يجي في بالي أسوي لها خيرات. من جملة في بعض الأحيان كنت أزور الحسين عليه الصلاة والسلام، لأن الجد بعد في أيام شيخوخته انتقل إلى كربلاء المقدسة. فيقول تقول هي العمة أنه كنا نزور أزور الحسين عليه الصلاة والسلام، أهدي ثواب الزيارة إلها لهاي المعلمة. تقول العمة عمتنا تقول ورا سنوات يوم من الأيام شفتها في المنام هاي المعلمة، شفتها في حالة جدا شديدة، منزلة راسها مطرقة برأسها، أطرقت إلى الأرض ومعبسة. سلمت عليها قلت لها شلونك، فأجابتني بجواب بارد كلش، قلت لي شنو تردي؟ قلت لها أنا فلانة، أنا ما نسيتك، دائما أسوي لك خيرات. قلت لي خب شنو؟ معبسة حالتها النفسية مو زينة، متأذية، فما عدها خلق أن تتكلمني أصلا، ما تريد تكلمني. قلت لها أنا ما نسيتك، أسوي لك خيرات. قالت خو شنو؟ العمة تقول قلت لها ما توصل لك خيرات، فأشارت بإيد، قالت لا ما توصل، بحالة عصبية ما توصل. عجبت، أنا سنوات أسوي لها خيرات شنو ما توصل؟ بعض أوقات اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس أكو قمرك، يسمو قمرك، هم الله عنده قمرك، بس مو قمرك مثل قمرك هذا الجمارك المحرمة في بلادنا، يعني أكو حواجز، إذا الطرف عنده مشكلة بينه وبين ربه الخيرات ما توصل له، خاصة إذا مشكلة عقائدية ما توصل له، ما يليق، الله يحجب. يقول قلت لها أنا أصلي لك صلاة، أقرأ لك قرآن، شهر رمضان أسوي لك ختمة قرآن، ما توصل لك؟ فهي بحالة عبوسة أشارت بيدها، إيدها صعدت، لا ما توصل هالشكل، وقالت ما توصل. قلت أنا أسوي لك خيرات، إطعام، صدقة، كذا، ليالي الجمعة، ما توصل أيضا بإيد واحدة، وهي منزلة رأسها هالشكل مطرقة برأسها، أشارت بإيدها وقالت لا ما توصل.
إلى أن قلت لها أنا في بعض الأحيان أزور زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام وأبعثها إليك إلى روحك. قالت عمتنا تنقل يقول بس قلت لها أزور الحسين وأبعثها إليك انفتحت أساريرها، وجهها انفتح، استبشرت. قلت لها توصل لك؟ فأشارت بيديها، قالت إي والله توصل لي بيدين، هكذا تكرر، قالت إي توصل، إي توصل، تصل تصل زيارة الحسين تصل. سبحان الله، شوفوا الله حقيقة ممكن، ممكن بعض الأعمال لبعض الناس، بالخصوص إذا كان الإنسان عقيدته فيها إشكال، ممكن ما توصل، بس هاي زيارة الحسين ماكو حاجز أمامها. شوفوا الله تبارك وتعالى حسابه مع سيد الشهداء كيف. لا تنسون بالخصوص في هذا الشهر وأنتم ضيوف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اذكروا موتاكم فإنه يفرحون فرح شديد ويدعو لكم. بروا آباءكم أمواتكم، كل واحد له للآباء حق عليه، حتى إذا كان شاب كان صغير السن، حتى إذا أبوه حي خليه يدعي للجد للجدة. كل واحد أكو أطرافه من أرحامه كثير موتى، هذول الموتى مثل الفقراء يجون يستعطون يستعطون يستجدون، هالشكل محتاج محتاج. حسنة واحدة هناك ثمينة، احنا ما نعرف قدر الحسنة. يوم يفر المرء من أخيه، يفر شنو؟ الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه، على شنو؟ الأم والأبو يجون يقولون أنطينا حسنة واحدة، الولد يقول ما أنطي. الحسنة لها قيمة، فيجي يطر يطر يقول أعطيني الميت السجاد الآباء، أعطيني حسنة واحدة. قل له فد لا إله إلا الله، ابعث ثواب لهم، عظيم عدهم. إحنا ما نعرف قدر هذه قيمة هذه الكلمات وهذه الأذكار. الإنسان يهتم في هذا الشهر الفضيل بالخصوص بالأموات اهتمام بالغ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتنا جميعا، إن شاء الله يعطيهم الحظ الأوفر في هذه الشهور، وإن شاء الله يحفظ الأحياء، يحفظكم جميعا، يقضي حوائجكم، يبارك فيكم ويتقبل أعمالكم، وإن شاء الله تكون زيارتكم مقبولة ومرضية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، إشراقة حسينية، إشراقة حسينية. إيه الأمير.